دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فموقع التنسيق الإلكتروني هيغلق باب تسجيل الرغبات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية، وكان أتاح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب تسجيل الرغبات بمرحلة التحويلات بين الكليات لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة 10% من يوم الخميس الماضي وحتى اليوم. النهاردة هيشهد المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية حفل موسيقي لفريق حافظ وبستان في تمام الساعة 8:30 بالليل ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي لـ20 بمكتبة الإسكندرية. وبيعتبر فريق حافظ وبستان هو مشروع موسيقي للزوجين الشغوفين بالموسيقى والفنون بستان وأحمد حافظ، وتعتبر معظم أغانيهم مستوحاة من خلفيتهم الفنية وأصلهم السكندري. النهاردة اتحاد الكرة المصري هيعقد اجتماع لحسم مصير عدد من الملفات العالقة على رأسها تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين والمزمع تشكيلها استعداداً للمسابقات في الفئات السنية. ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر مواليد 2005 و2007 و2009.